يقول: ما العقيدة الصحيحة وهل لابد من دراستها قبل الفقه؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة فجعله الناس بحرا. بعض الناس يبالغ في هذه القضايا، يعني دراسة العقيدة يعني إما أن يكون الإنسان متخصص أو إما أن يكون غير متخصص. كان الإنسان متخصص يدخل في مجالات والنقاش والرد والأخذ والعطاء وكذا، دراسة كتب العقيدة على التفصيل. وأما إذا كان الإنسان المسلم مثل ما يقول عقيدة أمي وأمك وجدي وجدك وجدتي وجدتك، هي الإيمان بالله. حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بسيط، ترى الدين بسيط، الدين بسيط واضح جدا، لا الحمد لله بسيط، ترى مبسوط، ترى قضية يسير. طيب، فالأمور سهلة جدا، يعني لا ينبغي التعقيد في هذه الأمور. أما أن الإنسان يريد أن يكون طالب علم ويبحث ويقرأ ويقرأ الكتب ويقرأ العقيدة على التفصيل والفقه على التفصيل وكذا، هذا موضوع آخر. يطلب العلم، يعني لا مانع يطلب علم العقيدة، يطلب علم الفقه، يطلب علم الفرائض وعلم الحديث وعلم التفسير وهكذا في قواعده ومنظوماته وما شابه ذلك من الأمور. لكن كقراءة هناك كتب بسيطة جدا، ردنا البسيطة، هناك كتب يسيرة جدا في العقيدة، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ بن عثيمين، رسالة صغيرة مبسوطة، هي مبسوطة هي لا بأس على كل حال، زين، رسالة صغيرة الشيخ بن عثيمين رحمه تبارك وتعالى، عقيدة أهل السنة يكفي إنسان يقرأ هذه العقيدة. وهناك أكثر من رسالة في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا تشوفون رسائل عقيدة أهل السنة والجماعة للطحاوي، لأبي ابن أبي زيد القيرواني، في للبخاري، في لأحمد، أصول أهل السنة، الشيخ بن عثيمين، ابن تيمية، الآجري، الأمور يعني أسهل مما يتصورها كثير من الناس.